شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف لي حل انتي لا تقيم سليمان بحسك. زوز عصر لك في جنينتك. يا هاي مينتك قدامك اسألها، هي اللي حبت تعمل لنا شيخ بيس. قل صباح الخير الساعة. قيمناك بالحس. صباح الخير يا أمي، وما قلتش بالحس.
قمت من المهدرية صادم عليا الفرشي. يعطيك يا سلومة، قديش تهول الحكايات يا وليدي. كيفاش يا أمي الواحد ما تحبوش يهول؟ تصور أنت المهدرية صادم عليا البيتي وزوز عزل كيدوروا في جنينتي. يزي بركة الحكاية وما فيها، حبيت نبدأ المرمى نتاع أسبوعي، كان باش نقعد نستناك أنت حب لي سني. اش تقصد يا أمي؟ بربي اش تقصد؟ مش قلت لك حتى نخلص الكريدي نتاعي ومن بعد نتلهب بالمرمى نتاع سي اسبوعي؟ يا ولدي شبيك؟ ما نقصد حتى شيء، شنو هو الفرق بيني انا وانتي؟ الاخر صورتني راني انا درت في حواليا. اتهنى يا بابا، لقيت مقاول قمقو، هذاك الكليون تاعنا اللي ديما نعملوه في سوم الحلو. عمل لي سوم هايل وقال يدفع بشويه ومن غير كمبيالات. هم عامل كريديات من غير انتريس ولا لوح؟ قل الحمد لله مازالوا عباد يرفقوا بخيانهم المؤمنين. الحصيل ونمشي نحضر لكم الفطور. شفت يا زينب؟ شفت نكون قاعد رايض على روحي، طهت عليا مرمى من الفوق. بشوي بشوية يا سيد، حل عينيك. ما اسميش سيد، انا اسمي عمار. وانا اسمي شكون؟ نجدك على عمرك انت؟ ما نقولش العمر. شفت يا زينب؟ شفت الكل منك ومن المشاريع متاعك، ريت الفلوس اش تعمل؟ بربي يزيني، الطاق نتاع اسبوعي باش تبنى اليوم ولا غدوه. صباح الخير، صار السلعه اللي برا تبعتكم؟ اي ماي مرمت اسبوعي بدات. يزي وانت على الحس تقسم الباي. فرحانه بالمرمى؟ استنى بركة تيجي عليك الغبره نتاع السيمان والطش نتاع الليقه وسي اسبوع يبدا طالع هابط عليك. وقتها زغرت مليح. أخي والله يا أخي السيمان عنده الحق. مال حنانة يسمك تزيديني في الشهرية. تعي وانتي تقبض. ترى يا عروسة أبعد لي شوية. واش ضاق عليك بالربي ملي كنت تتعدى؟ هذا نحشي الشق منه. نصفية في عيني والله ينحرش فيك سيدي وانت تدقدقك. ملا الحاسي اللي وعدك ما تبدا تفطر كان ما يجي راجلك. سيد معاك عزوزتي. شنو عزوزتي ما تهبط لكش لما نجي انا؟ ارتاح سي سيد. متحيرة على نانا. شبيها مازلت في حالها؟ ملي روحت من عند لافوكا وهي مسكرة على روحها باب بيتها لا تاكل لا تشرب. صحني عملت قليب مش عملت رجيب صحيح. اضحك بابا اضحك، المرأة قريب تخسر رزقها من جراير واحد قليب وانتي مكشوني. يا عدي عبت الروحة تعرفش قال سيدي خويا؟ قال تستاهل مش عطيها ما عملتش افوكادو وثبت لها في الوراق. العدول اللي كتبوا لها الكونتراتو ما ثبتوش في التواكيل كيفاش مدلسة. باهي يزي بركة اللوم بعد القضاء بدعة. حتى امي قال الفلوس هذوك من كل من الحرام. اي على بدجلت على خلق ربي وكذبت عليهم ودخلت حتى في علم الغيب وحبت ياك هاو عاد. البقره كي تطيح تكسر سكاكينها. اي واختك زينب اش قالت هي زيده؟ اختي زينب قالت يا لطيف غصتها انت كيفاش ماكش باش تورث البلاص؟ تبدا قاعده كي وتتنهد. وبعد تكون تضحك. هشكون يحب نزيد القهوة؟ أنا حط لي فنجان من غير سكر. أنا زيدة نحب قهوة كحلة كي بابا. واه باش تولي تشرب القهوة الكحلة أنت زيدة؟ كي جات القهوة خايبة لو سليم سلام ما غنيش عليها. بالله قل لي شكون هذا سليم سلامي؟ ما تقوليش نتاع القطوس نتاع المرة الأخرى. أي ماما هذاك هو، هذا سلام أخ
معناها مغني وميامي يغني في الشعر متاع توا بالموسيقى ولا بلاش موسيقى؟ تري تري بيان. هيا سمعنا كيفاش يغني من غير موسيقى. ها مثلا غنيتو على القهوة كنت تسمعها إلى ما يتبدل عندك معنى الدنيا. بالله غني هنا خلي يتبدل عندنا معنى الدنيا. والله يا ميامي مش حفظتها، ما عندي راهي مكتوبة في ورقة. لحظة هيا بابوني. ترى ترى خلنا نقرا لكم شوية فن أصيل متاع القرن 21. قال لك يا سيدي القهوة كي الدنيا، كي توفى ما تقعد كانت تنوى، الأيام كي البن ما تزهى كان بالفن، لونها كحلة كي الغنج، مطعمها مر كي البنج. ولا شهل غديت يا بنيتي؟ هكا هوعة اللي خليته نافع بطيخ يكمله الناس سليمان سلا. بون شو ما قلب نورشت كلامك مع اللي ما يفهمكش ينقص من السلام. با خليني نمشي نحضر الكمانديت البنات عندهم جاي. تحضر في الكمانديت وانا نمشي نتفقد الخدامة. تتفقد الخدامة. حقا باباتش. وي بابا مختار يسلم عليك. بوك مختار؟ شكون بوك مختار؟ بابا مختار بو لبيب. لبيب؟ شكون لبيب؟ وي 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 لبيب نتاعك. لبيب نسيبك نسب ولا فرد. ها؟ اش قلت بابا؟ لا لا قلت لك يسلمك ويسلمه. يحب يستدعاكم الكل لدار الخليعة نتاعو. زيادة؟ أيا بي. اش قلت بابا؟ والله شوف تو نتفقد أمور بيرو الخليعة نتاعي ونقول لك. القهوة كت القهوة كت تروح نزيدوها شوية موسيقى. بابون 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 بون 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 بون. القهوة كي الدنيا بان كي توفى ما تقعد كانت تنوى لان لان، الأيام كي البن ما تزهى كان بالفن بون بون. استنى شوي. ادخل. نانا لباس ما منين؟ لباس منين؟ راسي تعرى ومكتوبي تهرى. بيه الاخرى كل لقمه راك ما كليت شيء من البارح. منين باش تجيني انا شهيت الماكله منين؟ هكا نانا مستنسه تقول لي على الماكله انت؟ اما خذ بخاطري. انت ماني قلت لك ما نحبش وما ناخذ بخاطر حتى حد وفك عليا. بيه ما عينكش ما عينكش على كيفك. هاو باش نخليه بحذاك فمش ما ترجع لك شهيت الماكله. نانا نانا خنهزو لا يفسد. داد أول مرة رجعتي للخليج مش مجهمة عليه، تعرف علاش؟ أوه بربي ما تفكرنيش. شبيك؟ مش تفهمنا قلت لي داكوردو؟ ليه ما
ما نحكيش علينا، نخمم في العروس. يا خويا يا خويا كل شيء بالبركه، صلي على النبي ملا كعبه. شنو عجبتكم؟ كتف وكات تلعب كيف ما تعجبوش، ملا وهره من برا وملا وهره من الداخل. حتى هي فول اوبشن. اش دخل الفول بالحكايه؟ معناها فيها لي زوبسيون الكل. شنو؟ في اللوتوروت نتاعها من وصلها فوق ال 200. يا وليد اختي يا وليد اختي، الكونتور نتاع الفيتاس مقيد فيه 180. يا خالي احنا نقيدوا بالكيلومتر السرعه نتاعنا وهم بالمايل. وسيم تو بالمايل تجري قد بالكيلومتر؟ وسيم منو هكا ما عادش نحبك تجري لا بالمايل لا بالكيلومتر. حق الكرمه نتاع خويا سليمان فيها 170 في الكونتور. اي بالمايل. ليه؟ بالسنتيمتر في الساعه. جاتني فكره، تحبوش يتعاملوا ضحكه على الصباح؟ وسيم هات فتح الكرهب. علاش يا ودي هات مفتح الكرهب؟ نحب نوريها لواحد صاحبي. اما تمشيش تبيعها من غادي لغادي. يا ولي اختي راني خالك. جوستومون. هيا قدام يمشي يمشي. ما بيناتنا كان يلقى فيها بيعه خير. علاش دد؟ كرهبه جديده ما زدت فرحان بها. يا اخي ما تعرفش اللي كات فواكات يلوثوا لهوى وزيد ياكلوا برشا مزوطة؟ في حكايه التلويث عندك الحق، والما مزوطة لا. تعرف علاش؟ على خاطر عارفي غادي في الخليج مولا الحصن عنده هكا شويه ابيار متاع بترول، في النهار عندي الحق في البلان بلاش. يبر عاد كيما تفهمنا. كفت البطوله. صي كفنت. مالا حاضرين؟ حاضرين. صحيح هاو جاي. صحة عليك يا باجي، صحة لخويا. صباح الخير. صباح الخير. مبروك يا باجي. عايشكم يا الأولاد، عايشكم. العشية نعمل بكم دورة ونخلص عليكم المبروك. بشبوش علاش مش توا مان؟ شنو هي هزازة اللي عاملها في فم البلاصي الباجي؟ يا أخي عندك شكون نجح من العائلة؟ لا يا سي سليمان، وسيم ولد أختي جاب كهربا آخر موديل في الكات كات. كات كات بشي. كات فوا كات يا اخي، ما ريتشك العروسه اللي واقفه قدام البلاص؟ اوي شفتها العروسه امام قاريه فوق الماده. والكات فوا كات علاش مشعوله؟ ما باش تقف وين يجي؟ فوق الماده في وسط البطحه. سيدي خويا باش هو كرم تعرف الدخلاني بتاعها كل جلد كوير، والكرسي في الصيف يبرد وفي الشتاء يسخن وفيها جو تي بي اس. شنو؟ لا يا سبوعي اسمه جي بي اس. تري تري بيان، ان شاء الله مبروك على مولاها. عايشك خويا سليمان، ان شاء الله كيما نروح عندك وتبدل كريهبتك. لا 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 لا، بارك الله فيك، اللي عندي تكفيني، كريهبتي جديدة ومزيانة. هي ما زيدي خويا ماهيش كات فوا كات. كات فوا كات، سانك فوا سانك، تبداش دو فوا دو ما يتوصل، هذيك هي الفائدة. حتى الطرطارة اللي كانت عندي كانت توصل، أما ملي سقت كرهبتي جديدة الحق فرق كبير. كرهبتك جديدة؟ إي وأنا اش نحكي لك؟ وسيم هداها لي وباش يخلص لي ديوانتها الزادة. وفاش قام بابا؟ شنو فاش قام سيدي خويا؟ تي خالو راهو. وما تنساش زاده اللي باجي عاونه باش يرجع مع دالاند. اسمعوا جاه ربي اختاروني هالصباح، توا فما واحد بعقله يهدي كهربا كيف هذه الخالو. يا سيدي كي انت ماكش مصدق، ايش انا عم بك دوره؟ لا 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 بارك الله فيك، ماهوش توا. على كل حال مبروك الكهربا ومبروك مصروفها زاده. سيدي خويا امان خلينا نمشيو نعملوا دوره، الاخر واحد يركب في كرهبه وعلى الكلام. لا لا بارك الله فيك، امشي وحدك. باجي ما لا تعرف كيفاه، هزني انا واسبوع يعمل بينا دوره. يا سيدي حاضر، على راسي وعيني وعلى فازه باش نعطيك لك انت تسوقها. وعلاش ما تكملش تكريها له ويلفري بها الحلو؟ واش خص؟ واش خص يا خويا سليمان؟ واش خص؟ بالبشبوش هيا عاد نمشيو ندشنوا الكرهبة. وما تنساش تعطيني تسوق. تسوق؟ جدت عليك الحكاية؟ كرهبتي ما نسلفها لحد تحت. كرهبتو صباح الخير دكتور.
صباح الخير. صباح الخير دكتور، شنو حوالك؟ لاباس يا وسيم، عايشك. دكتور، حاجتي بيك في حاجة. حاجة تخص الخدمة؟ أي لا، بلوتو تخصني أنا وسيم. تري تري بيان. تعرف أنت حقهم يسميوك وسيم الطائي. بارك الله فيك دكتور على هذه الشهادة القيمة. على خاطر حاتم الطائي كان ديما يذبح حصان لكل حد يزوره، وانت ماشي تعطي فوق العشرين زايلة ضربة واحدة، انت حر. هاي هاني في بيرويا. شنو يحكي تلحصنا هذي؟ والله ما نعرف انا، الزوالي نعرفهم خليتهم في الخليج. بيه استنيني حتى نحكي معه. بيه برا برا عرفت وش يقصد الدكتور. أما كيفاش عرف حكاية العشرين حصان اللي هداهم الأمير العرفي؟ بابا نالندا، مش علينا في حكايتي. قل لي أنت، مش عندك ما تحكي لي؟ اقعد اقعد. بيه دكتور، باش ندخل طول في صلب الموضوع. انت تعرف اللي وسيم وانا زاده نحب نعرسه في اقرب وقت. دلندا، تحبوا تاخذوا رأي بنصحكم؟ حضروا روحكم في عقلكم. جوستومون دكتور، احنا الزوز حاضرين، والمشكله اللي كانت معطلتنا لقينا لها حل. يا بيه هذاك علاش دكتور قررنا باش نعرسوا الجمعه الجايه ونمشي معاها انا وامي للخليج حتى يوفى كونتراتوه ونروحوا. مش هكا احسن دكتور؟ دكتور لباسة؟ ماشي مع وسيم بعد جمعة. وانا؟ صدقني دكتور هذاك هو الحل الوحيد. يا اخي انت ما تحبنيش نعرس ونتهنى؟ وين وين بيان سور؟ ما لازمني نمشي مع وسيم. باهي يلا برا، ربي يهنيك ووشك خير. يعيشك دكتور، ميرسي على ثقتك فيا ووقفتك معايا زيد. وانت ميرسي على هالسنين كل اللي عاونتني فيهم. تعرف دكتور، كان دور العالم الكل ما نلقاش عارف كيفك. حتى انا زاده كان دور العالم الكل ما نلقاش سكرتير كيفك. دكتور يزمني نمشي وسيم يستنى فيا. دلندا. وي دكتور. كان معنا ايش رانديفوات تنجم تروح رب. باقي عاملين فيك الاوراق؟ هما الاوراق بركه والمحامي متاعي والقضيه دي حتى العدول والشهود بتاع البيعات. يعيش راسك.
واه يا نانا ما تقوليش باش ترسينا في الشارع. كان خسرت القضيه هذاك اللي باش يصير. وعلى السعدي ما لبش. الو امي فضيله، لاباسه؟ العشيه؟ بيبي هيا ان شاء الله مبروك علينا الناس الكل، يعيشك نانا. دبرنيها يا نانا، مستدعين للنصر. اليوم امي فضيله عملت لنا كسكسي بالحوت. انا مناسبه اليوم تبدا المرمى متاعي انا واسبوعي. باش تبنيو فوق دار سليمان. ملاوين اي عاد نانا، حضر روحك ومضي سنيك للكسكسي والولد البحر. ما عيني لا بكساكس ولا ببحورات. حقا نانا، ان شاء الله بركه ما يخرجوناش من البلاص قبل ما تكمل دويرتنا. باهي بركه، انتم هاكم دبرتوها لله، اما انا اللي باش تضربني الحيوط. بربي يزي يا نانا، اللي يسمعك يقول مسكينه ما تكسب حتى شيء. نسيت الثانيه اللي ورثتها على عائلتك والدار العربي اللي مهمله في المدينه. هذا خلف الشيء اللي قاعد يخمر في البنك. بابا 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 با. ما زعمك تبدا تحسب لي. الله غالب، ما دام ما عندي ما نحسب بروحي، الاخر نحسب لغيري. سيد خويا لاباس؟ لاباس لاباس. شبيك سيد خويا؟ ما قلت لك لاباس. شنو نحكي لك؟ شبيك يا راجل؟ اوف، شحال عندي توا؟ تحب تاخذ تصويرتي؟ تصويرتك عندي وعمري ما نعيدها من سلوجي. باهي يا سيدي، قول لي ايش تحب؟ حبيت نقول لك نمشي نروح بكري العشيه خاطر عندي خدمه بدا ندوك. يا سيدي برا امشي اخدم على روحك، ربي عينك يا اخي. مستانس تشاورني؟ ايه ما بين وفارغ يا اخي. ددويني ددو سيبتها بكري، عندها قضيتها هي وخطيبها. تلقاها قريب يروح هذاك هو ودلندا. دلندا شبيه دلندا باش تعرس هي وسيم وباش يهزها للخليج. خليج؟ انا خليج؟ خليج قابس. خايب زاد خاطر انا وعدي زاد سي وسيم باش يدبرالي غاديك ويهزني معاه للخليج. شنو؟ شبيه السيد هذا؟ شو اللي يحب عندي؟ علاش قاعد يفرغ في الدنيا هكا قدامي؟ شو حب عندي؟ شو عندي عملت له؟ ايش عندي عملت له؟ واسع بالك سيدي خويا. اسمعني يجيني اسبوعي. وعليك يجيني ولا فيه يجيني اسبوعي. سيدي خويا لاباس سيدي خويا اسبوعي نحس في روحي. سيدي خويا يا ربي واش باش نعمل وحدي؟ يا اسبوعي اسمعني اسبوعي. انا نسمع فيك يا بابا. وصي وصي اسلم بس انا صغير. سكر الباب ووصلني للطبيب. كيفاش باش نوصلك اذا سكر عليك الباب؟ يا ولدي نخرج من بعد سكر الباب. لا طبيب. خذ لي تاكسي وبعدها نقول لك. وين التاكسي يا سيدي خويا؟ تقول بوشيك يوصلك بكرامتك؟ لا بوشيك لا بوشيك لا تو يفوحها ويفزعها حتى الباجي ما تقولوش ما نحبش نركب في كرامته جديده. سيدي انا كرامته ينجم يعمل كرامه كاكا؟ هذيك كرامة وسيم وراجع بها للخليج. بالحق اسبوعي. اي ماله هو دلندا هو دلندا وليا واو تطاو
مخي بالكبر. يا ولدي يزيد شي توا، يزيد شي بالطلوبيق نتاعك قال له كبر. سليمان شنو سيدي خويا؟ يا اخي الدكتور صاحبك ما عندوش كاتب ولا كاتبه كيما الدلندا. لا طبيب صاحبي هذا يمن بنظريه التواصل المباشر بين المريض وطبيبه. هاي برا يقف، برا يقف قدام الباب ودق بشويه، كان ما خرجلكش راهو عنده حد معاه. قول لي خديش بك ما خديش معاه رديبو. الطبيب هذا يمن بنظريه العلاج الحيني. شنو الحيني؟ شنو هو؟ شنو الحيني؟ معناتها المريض نفسانيا وقت اللي يتأزم برشا يلزم يجي وقتها، ما يقعدش يستنى في رونديفو، وهكاك التشخيص الحالة يبدا اسهل. تعرف سيدي خويا تبارك الله عليك في خدمتك الدماغ. بابا مالا شكون تسخيني؟ ما خسارة المرضى تاعك قربعوك. ايا فين شي توا فين شي من تشقشيق تشقشيق العناق تاعك؟ ورد بالك رد بالك، انا راني ما جيتش نعدي هنا، جيت باش نستشير وفي حوايجك. اي بيه عاد صباح ايش بيك سخنت؟ اسمع رد بالك دق بشوية. سما يا أمي تو هذا تسميه دقانة؟ نزيد أقوى؟ هي بالطبيعة. والله أسبوعي كما جيتش مريض لما نقوم يا ودي حتى الباب ما يسمعكش هكا. يهلكك مش تهد باب الراجل. هيا فلك يا روحك عاد، مرة ندق بشوية مرة ندق بالقوي، تعرف أنت تدخل عندي عند بسي ولا تطور نمشي الباب تاع وزين، لا تعرفش أنا ترش زاد في بالي جبر روحي. زيد الظومر زيد الظومر. صح عليك جيت مريض، صح عليك. يا ما تكبرهاش حتى كان جا هوني هو. 100% هوني وبحذاه شكون؟ زعما. يا ودي إيش تعمل؟ بس شوف لقاش بعدها شكون؟ نثبت الجو. يا ولدي تنجم تسمع هكا؟ يدي بابي روك يبدا كومبيتوني ونسمع كل شيء، كل شيء قاعد في وسطكم. ابو صرا كنت تجص عليا؟ صح عليك، صح عليك، جيت مريض. يا ولدي اسكت خلصنا. تفضل. شكون سيادتك؟ اسبوع جاي باش تعدي عندي؟ مش انا هو. شكون؟ دكتور الابيض. دكتور الاسود. صافي نطاقم ماما. سامحني اخذتني عيني. الفينومان هذا معاك؟ الفينومان هذاك ايه معايا ونص، هذاك الكرسي نتاعي. تعرفت عليه وقت اللي كان يكونسلتي عندك؟ كان يكونسلتي عندي ومازال. دكتور الاسود تنجمش من فضلك تخصص لي ربع ساعة؟ كلام هذا؟ مرحبا بك في كل وقت، احنا زملاء. تفضل. وين ماشي وين؟ وين؟ اسمع، حبك تقعد غادي وما تتحركش من بلاستك. شو معنى ما تعرفش؟ سامبا انا؟ اي سامبا انت. صح عليه سليمان ما يطيح كان على حلة الممو. زيد برا يعرف كيف ديك البرا دي. شنو دكتور؟ باقي شعارك المينيماليزم؟ أساس العلاج متاعي هو المحيط المجرد، ما يلزم حتى حاجة تشوش على مخ المريض. وي، لكن أنا ما نخبيش عليك، باقي شادة في المنظومة متاع فرويد. مالا جيتني باش نعاودوا الجدل القديم اللي بيناتنا. لا 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 باديتو. Thank you.
سي دو كي؟ هاي تفضل. دكتور ما نخبيش عليك، نحس اللي عندي شوية تعب نفساني. فهمتك، معناتها تحب تعمل كونسلتاسيون. وي ماك تعرف في خدمتنا كل طبيب هو بيدو يزم يتفقد روحه، وانا عندي اكثر من 5 سنين ما عديتش. مرحبا، فما حتى مشكل؟ عاد قلت لك يا استاذ سامحني دقيقه، يلزمني نحط المسجله. هلا سامارش. اي تفضل نسمع فيك. عاد قلت لا مش لازم تطبس راسك، انساها المسجله وتكلم نورمال. عاد قلت لك دكتور حس عندي برشا تعب نفساني وقلق، مانيش فاهم منين. ما عندك شي ارهاق بدني؟ لا لا، معناتها ماهوش سير مناج. كنت من الاول هكا نظن، من بعد قلت لكم مانيش نعم في 12 ساعه خدمه باش نتعب. هاي اليسر ترى حاول تفكر صارت لك شي مشكله كبيره من هالايامات. بوف ما فماش بوف، ما تعرف بعض ساعات تصير حاجات صغيره وبعد تتراكم تولي مشكله كبيره. شريت كهرباء. هاي مبروك. كاش ولا بالكريدي؟ لا لا كاش، خلصتها مرتي زينب وزادت امي عاونتني. ربي يفضل لك المدام وميمتك زادة. يظهر فيك مازلت ما قطعتش الكوردون بيليكال. ما عليناش، هو في غالب الاحيان راهو الكهرباء ما توصلش لحاله احباط، حاول شوف حاجه اخرى. وي عزوزتي، هلا يا سيف النصر، كنت وين خذ جوعت؟ اسمع عزوزتي، كان خرج سيدي خويا من عند الطبيب لاباس، هي مريض في حاله وربي يستر. على كل حال كان خرج من عند الطبيب كل امي تونجيو زوز نفطر في النصر، وكان هكا وانا هكا تونجي وحدي نفطر بحذاكم. هيا باي باي عزوزتي. بون، الحكايات اللي صاروا لك هذه الكل عاديه، تنجم تقول تابعه الحياه العاديه. حتى مشيان دلندا زادة؟ مشيان دلندا مقلقك لأنك تحب ياسر الاستقرار، حتى عرس بنتك ما تحبش تعرس باش ما يتبدل شيء. مال هالقلق منين جايني؟ لازمك تزيد تشوف فماشي حاجة ولا حد عنده تأثير سلبي على نفسيتك. لا لا، أنا علاقتي طيبة وباهية مع عائلتي، مع جيراني، مع أحبابي، حتى الطلبة في الجامعة ديما يشكروا فيا. ترى زيد ركز شويه، مثلا مثلا بار اكزامبل. امك امك شبيها امي؟ تحب تكلمك في التليفون؟ مش قلت لها اللي انا عند الطبيب؟ شبيها انا صغير باش نقول لها؟ شنو توا رانا في كونسلتاسيون؟ لا لا نعرف، اما امه جات صحيح باش تكلموا. اسمع كان عاودت نشدتك، قول لها اللي انا خرجت وانت ما تعرفش عليا فين. ما تفتش عليها. أي سامحني، استنينا البرا يعيشك. لقيتش سبب العلة؟ شعيرة برك لقيتها، لو كان ما جاش أسبوعي وضيع لي التركيز بتاعي. يا أمي تيتي هذيك عزوزتي تهز وتنفض. يا بنتي خرج من عند الطبيب ولاباس عليه. كيفاش؟ ما نجمش نحلف براسك. شو يقول لك ما تقولش اللي أنا قلت لك. ذكرت أمي. ولو كان نجربوا الهيبنوز فماشي ما نشخصوا اللي قاعد يأثر على النفسية متاعك لهالدرجة.
ليبنوز. تري تري بيان اللي تراه دكتور. هاي تفضل. قل لي دكتور الأسود، يا أخي ما زلت تسجل في الكونسلتاسيون؟ هذيك تخطف من بعيد وتسجل حتى الكات جيجا. أوه يا تبارك الله يا تبارك الله. هاي تفضل. باهي. ركز معايا مليح، ارخف روحك وتتبع المقالة بعينيك، نفس مليح وما تخمم في حتى شيء، تبع المقالة. يا ولدي مش قلت لك ما عادش تدخل لنا في وسط الكونسلتاسيون؟ هذاك اش قلت لما هي زادت تساعدها بتكلم. اخرج عليا من هوني انت والتليفون متاعك، من فضلك ما عادش تحط ساقيك في البيرو. اوكي. الكرسي متاعك يظهر فيه هو المريض. ايه ايه يا دكتور الاسود، هذا حد شيء؟ هذا ما عندك مريض. لو كان عندك الزهر وتخلط على عمله من الطراز الرفيع. يطردوا؟ نطردوا؟ ما نجمش نطردوا. علاش؟ دي ما نجمش وكاو. ما نعاودوا. أي ركز معايا مليح وتبع المقالة. أختي زينب بديت تصيح مش تكلموا، ونقعد لك في البخس. أنا قلت لي نعرفه. باه باه لالا باه. دوك يخرج نقول له يكلمك. اختي زينب ما ننساش تقول لهم تخلي لي فطوري. استنى استنى وسنة سنة كان مخدر الشاب زايد البر تقول لي خلي نجيب في يديا وال الو الو عالقد. سامحني دكتور سامحني، فقدت التركيز نتاعي كل. باهي مش لازم منه هالليبنوز، البروتوكول بتاع العلاج نتاعي كله طاح في الماء. اي تفضل. ايه والحل دكتور؟ حل؟ لازمنا كونسلتاسيون اخرى، اما وحدنا راس راس من غير ما يتداخلك الكرسي بتاعك. سامحوني المرة ذي راهو حاجة جديدة. فوجيكا قال لك وينهم الأوراق؟ أوراق؟ أما أوراق؟ فوجيكا قال لك أما أوراق؟ ها إي عرفت دقيقة فوجيكا ما تعلقش، قال لك الأوراق تاع الكونستار تاع الأكسيدونات. هو واقف بالك ستوب على روحه وطلع اشتغل فيه. تاكسي. هو جواب صحيح دكتور. اي وقتاش ترجع لي دكتور الاسود؟ الحاله نتاعي انا ما فيهاش دواء، وتعرفش علاش؟ لا على خاطر مقيده معايا في الدفتر العائلي. هم جيو هم جيو. شديت للطبيب يا بابا. بابا ما مشيت للطبيب صاحبي باش نستشيره في حاجة. أكاو الكل من سي سبوعي قال لنا اللي انت مشيت تعدي عنده. يا أخي ما تعرفوش سبوعي كيفاش يهوى الأمور. نعرفوه خويا سليمان، والله حتى أنا ذاك اش قلت له. تيايا كي طلعت لاباس هذيك الفايدة. بسم الله على ولدي يا بابا، الكل نتفجعنا عليك. يعيشك يا أمي يعيشك. الكل من ولدك هذا. طيح لنا الماء في ركاية ابنة. لطف عليك بابوني. بالحق تفجعتوا عليا؟ ملا ليه؟ يا أخي احنا قديش عنا من سلومة. قول جيب ربي عنا أسبوعي واحد. كي هو واحد واحلين فيه. صلي على النبي غادي جنات. أمي حطنا القصي بالحوت. بالدندوك يا بابا. واش بيه؟
اش عندكم فيه؟ طانا نحط الفطور ويجي يجي. تري تري بيان. اتو نمشي نشوفو انا. امي ما تقلقش روحك، ما تقلقوش رواحكم. اتو نحكي معاها انا وحدي. اسبوعي بتي فرير. شبي خويا؟ شيء. ابو لاس خيبت واحد منهم نبزك. اسبوعي خويا حبيت نشكرك ونستكثر خيرك اللي هزيتني للطبيب وتلهيت بيا. لا شكر على واجب، احنا محسوب اخوات. احنا اخوات ونص. سيدي خويا باهي اسبوعي هيا قوموا نفطروا. برا فطر وحدك. وانت؟ انا ذولي باش نهبط البلاد يا خو بيتزا في الشارع. تخلي ماكلت امك العزيزه والغاليه وتمشي تاكل لبرا؟ منعمل كسكسي بالدندوك. يلا اش تخير عليه؟ كسكسي بالدندوك واحنا الكلنا ملمومين مع بعضنا. ما سيدي خويا يعطيك قلبك تاكل لحم الدندوك. هذوك محسوب اخواتي الزوانه شو هما؟ اسبوعي توا زدت شهيتني في الفطور. سيدي خويا استناوني عم تبداوش هاني جيت. سيدي خويا يبارك بك الحكاية. ها سيدي خويا، سيدي خويا سليمان. علاش شبابك؟ علاه علاه تحب تكمل طرشني ضربه واحده؟ مانيش بالعاني سيدي خويا سامحني. تتعرف هذيا سمع جديده ما نعرفش كيفاش تخدم. سيبوني سي هات لنا ما نحبش كوني مسدي دبسي. خلي غادي مش لازم. عايز عايز هون يجي ماشي يجي يجي. خلصت فاتورة الشمس؟ شو سيدي خويا الشمس؟ يا ولدي يا ولدي فاتورة الطاقة الشمسية. ها صحيح هذيك خلصتها من في دينار. فقط سيدي خويا في بالك الكارو كيلو شمس باش يغلى؟ ياسر 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 ياسر. الطاقة الشمسية هذه شعلت فيها النار. كارنا لوجوا على طاقة أخرى أرخص. ولا تقول لي نرجعوا للستيك. يراه في راسك إن شاء الله. الستيك لا. مش لازم. تعرف أنا أخمم باش ندخل الطاقة النووية. دويو حتى يرضيو لك الجيران. شنو يسالف في يومي شنو نعمل الجيران؟ يا عندهم العق خايفين قالك فيهم الشعايط خايبة. هذاك بغض وحزن. ماذا حزن انت خايف من الاشعاعات؟ تري بيان اذا سيت خايف من الاشعاعات نجم تنقل جامع المدار. نقل؟ ايه صحيتك سي سليمان علي ما تنقلش انت ولا خاطر امي مشوني. شنو شنو واش مدخل امي في الحكايه؟ هاك تحب تسسني ولا شنو بالاشعاع نتاعك؟ شو صادك امي عليا؟ نسيت صادك امي عليا. نسيت امي الحنين لهولي. الا ما الا ما شنو؟ الا ما شنو؟ يا حل فمك قول لا ما شنو؟ توا توا تقول لي لا ما شنو؟ قول لي توا لا ما شنو؟ اي قول لي لا ما شنو؟ توا تقول لي لا ما شنو؟ سليمان أخطأ أخوك. شوف الحل.
بعد شوف 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 شوف